استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرزياييف رئيس جمهورية أوزبكستان معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمناسبة زيارته الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان. وخلال اللقاء نقل معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس ميرزياييف وتمنيات جلالته لجمهورية أوزبكستان بدوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة الرئيس ميرزياييف معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة تحياته وتقديره إلى جلالة الملك المفدى وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين بمزيد من الرفعة والنماء. كما نوه رئيس جمهورية أوزبكستان بجهود معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في تطوير مسيرة كرة القدم الآسيوية معربا عن تقديره لدور الاتحاد الآسيوي في دعم اللعبة في مختلف دول القارة.